المشي هو رياضة كاملة، يعني يشمل عضلات الجسم معظمها. فواحد لازم أول شيء يركز من يمشي ويكون مايندفول، يعني مو يمشي هوسه، ويكون راسه بامتداد العمود الفقري، يعني خط واحد، ويتخيل أنه أكو فد خيط دا يجره من راسه، يعني بتشي. والعضلات الرقبة الخلفية تكون عدلة، والرقبة واحد يطولها، يعني البوستيرير ماسلز مالت النيك مالت الرقبة، ويلوك فورورد إلى الأمام، والنظر يكون الرأس فورورد يعني للأمام، بس النظر يعني حوالي كم متر لي قدام حتى واحد يشوف الأرض اللي دا يمشي عليها بعيونه يعني. بس ما ينظر للأسفل، لا مو للأسفل، للأفق. والشن الذقن يكون موازي إلى الأرض، والرقبة عدلة وطويلة. ومرات من واحد يبدي يمشي عدل تقوم رقبته من ورا توجع، بس مع الوقت يتقوى عضلات الرقبة ويقوم يسوي عدل رقبته أوتوماتيكيا. والأفضل واحد من الصبح يوقف قدام المرأة يشوف جسمه شافه، هل معتدلة لو كتف على من كتف، والحوف هل بميلان، ويعدل نفسه. شلون واحد يضبط الآلة الموسيقية قبل ما يدق عليها، هاي كلش مهم. يعني من تشوفين واحد موسيقار يقعد يعدل الأوتار، فلازم واحد يشوف جسمه هل هو معتدل. ومن يمشي الأكتاف ينزلها و سكويز تو ذا باك، يعني يرجعها الى الوراء للخلف. والراس عدل، فمعظم الناس من تمشي الراس مطلعين لي قدام. اي فلا هذا مو صحيح. والصره والافخاذ بعدنا ما وصلنا، بعدين نجي على الصدر. الصدر لازم طالع الى الامام مثل الجندي. شلون الجندي من مشيت الجنود، واليدين سوينجينج تروح وتجي حتى تصير بالانس للرجلين. مثلا اذا انا امد الرجل اليسرى ايدي اليمنى تشتغل، وهكذا حتى تصير بالانس. فلذلك الابر بودي يعني القسم الاعلى من الجسم واليدين هي هم تشتغل بالمشي. والكور اللي هو اساس الجسم اللي هي عضلات البطن والفخذ والحور والعضلات الخلفيه، هذه كلها هي مركز الجسم. يعني الحركه مال الرجلين تبدي من هذا المركز، من الكور. الكور يعني السنتر، المركز. والاقدام تكون من يمشي واحد، طبعا عده انواع مشي، بس المشي الستاندر يكون الرجل عدله. شوفين اكو ناس من يمشون الرجل مايله الى الجانب، وهذا معناته انه الهيب هيب جوينت بها لاترال روتيشن، يعني بها دوران نحو الجانب. لا لازم الفوت عدله، وتتخيلين اكو فد خط وانت تمشين موازي لهذا الخط. ولذلك واحد من يمشي لازم عضلات البطن متقلصه، عضلات الخلفيه متقلصه، يعني سكويز تسوي. فهذه كونتراكشن يعني تتقلص. وطبعا التقلص هو اكو عده انواع، اكو ايزومتريك يعني تبدا تقلصين العضله بس هي مدى تشتغل بس انت تقلصت، والايزومتريك. والاكو لا انت الاكسنتريك. اكسنتريك مثلا من اصعد درج، هاي اكسنتريك يعني العضله تتقلص ودا تشتغل، يعني تتقلص كونتراكشن. من انزل الدرج لازم انزل الدرج بهدوء وبسلو ومركزة وبريك، يعني كأنه انا من انزل رجلي كأنه دا اضرب بريك مو بسرعة. وهذه لان العضلة دا تتطول وتتقلص حتى اثناء الطولة، ويسموه اكسنتريك مو كونسنتريك. كونسنتريك يتركز تصغر. ولذلك لازم واحد يتعلم شلون يمشي، شلون يصعد درج، شلون ينزل درج، وخصوصا عندما يكبر، لانه الانسان من يكبر البالانس مالته التوازن يختل، ولازم يسوي عضلات رياضه التوازن كل يوم. وهاي الرياضه هي مثلا يمشي يخلي
الهيل أمام التو، يعني الهيل يعني مؤخرة القدم أمام الكعب، إيه؟ الكعب أمام الأصابع، فيمشي على قاعدة ضيقة حتى يتعلم التوازن. وطبعا أكو الرياضة الأساسية في التوازن هي يقف على رجل واحدة ويشيل الرجل الأخرى، وذلك يصعبها بعد بأنه يسد عيونه، لأن العيون هي الفيجن، تطبب 80% من الاستيمولاي، ولذلك التوازن يعتمد على الفيجن، على النظر، على الإذن، على العضلات. فالمشي هو علم يعني، ويأثر على الصحة، لأن إذا الإنسان يمشي ويصير عنده بعدين حدبة، يتقلص العمود الفقري، ويتقلص القفص الصدري، والتنفس يكون شلو يعني مو عميق، ولا يستفاد من الأكسجين ولا وبعدين المنظر مال الإنسان قبيح يصير، وبعدين يقصر القامة مالته تقصر، وماكو، لأنه هو يكبر ويحدب. لا، هذه ماكو، هو معناته هذا الإنسان هو ما يعرف، ما سوى الشيء الصحيح، صح، لا أكثر ولا صح. بالنسبة للأفخاذ لازم قلتي يكون واحد سكويز الأفخاذ الداخلية بالمشي، أي صعبة، بس هو يعني هو من يمشي هي الرجل راح تتقلص، بس أسهل شيء هي عضلات الكالف يعني هذا الساق هي تتقلص. ورياضة الرجل أكو رياضات، يعني رياضة هي البايك، البايك أو السباحة، البايك مثلا واحد يسوي بلاتة، أكو قسم من البلاتة 15 دقيقة أو 20